انا دائما اعتمد على الطعم، ما اعتمد على الشكل بس. من اللي جاب الثلج؟ انا. من اللي جاب الثلج من البقاله؟ ما هو من البقاله الا والله. هذا كانت فقره علي هادي جاب فيها العصيرات واخذنا الثلج. الثلج انا اللي جايبه كذاب امان. اي والله. قوموا يا شباب قوموا. اي اي قوموا ما ما, ما. اي خلاص قوم والله قوم قوم خلاص 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 يا ليل من انت ليله. يلا قوم انا جايكم الحين. ليش انت ما قايم الحين؟ الا والله قايم الحين جاي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كويسه كويس. اوصل المسرح قبلك. اتحداك على اوصل المسرح قبلك. اتحداك على نفسك لا توصل قبلي. مساكني ولك السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. الله يحييكم. يلا يا شباب ارجع ورا شوي. ارجع ورا شوي شباب. ارجع ورا شوي. كاميرتي اللي عند المطبخ عطهم هذه طيار ولا عادل؟ عادل ولا جيار؟ اي هذا شيء اساسي. يلا تعال يا عاد. اول مره تحضرون فقره معي؟ لا انا حضرت معك بس ما سويتها. والله انت اول مره تحضر معي. الله يعينك. تعاني من سكر ضغط شيء؟ شوي. اي ضغط ضغط. فيك ضغط فيك سكر فيك فيك صرع فيك شيء؟ لاني بوترك تدخل مرحله توتير. مو الحين مو الحين. تدري النواف داخل؟ نواف جاب هنا نواف داخل. نواف لا تبي انصرع. هاي طرش. صح. اي والله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص شباب تعدلوا خلوكم خلاص يعني ارسل اللي يتكلم حق عندنا طرش رسالة ارسلها رسالة وش؟ لا لا مو طرش رسالة طرش يعني زوّت. يلا يا شباب اللي يتكلم كلمة واحدة حرف واحد بدون ما أدلة خصم 50 نقطة. ليش؟ 50 نقطة اللي يتكلم بدون أدلة. ايه أدلة أدلة أدلة. أنا بس إني شبكته بسرعة ترى بيخصم عليك 50 نقطة لا أحد يتكلم. اللي فاز معنا اليوم متابعينا الكرام مشاهدينا من خلف الشاشات اللي فاز معنا اليوم في سكريبت 57 59 كم؟ 58 المفروض توترون يا عيال. 58 في سكريبت 58 اليوم. من تتوقعون اللي فاز معنا وحصل على 2000 نقطة؟ وتتوقعون ما اللي بيدخل معنا الصندوق الأسود ويخصم عليه 1000 نقطة لكل واحد 1000 نقطة؟ ما اللي فايز معنا اليوم يا ترى؟ ارفع ارفع على دقات القلب. لا متوترين. ما قلت العب. روعتني. اللي فايز معنا اليوم عينه قدام عينه قدام لاني بفاجئكم بالنتيجه نتيجه ما حد يتوقعها لا انت ولا الجمهور. 5-0 صح. اللي فاز معنا اليوم وحصل على 2000 نقطه ريان ولا عز؟ شفتها هذا حلو حلو الحركه. 50 نقطه خصم. عز ولا عادل؟ عادل ولا عجيان؟ من اللي فاز معنا اليوم ب 2000 نقطة؟ اللي فاز معنا اليوم كلمتك الأخيرة عجيان. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والله كانت محاولة لكنها باءت بالنجاح. بعد من نجاح. إيه. كلمتك الأخيرة عادل. تكلمت. الوعد قدام الحي بيشوف. أنت قال حي قبل حي الموت. ولا هذه قفلت. كلمتك الأخيرة عز. حمشتي الحركات. إن شاء الله نحن فايزين. إن شاء الله نكون فايزين. كلمتك الأخيرة ريان. كلمتي الأخيرة. اللي فايز اليوم. أنا ما عندي كلمة أخيرة. خصم 50 نقطة. طبعا سألتني 50 نقطة. اللي فاز معنا اليوم
اسم العادل. عادل ولا عجيان؟ عجيان ولا ريال؟ تحس انك فزت ها؟ نقز الرجال فزت ها؟ ارجع ارجع يلا ارجع ارجع خلاص حالة صمت الان والله لعل النتيجة الان بس خلوكم سيدة نظرتكم سيدة اقرب هناك اقرب عيال بالله كل واحد يوقف وقفوا صدق احنا جالسين وقفوا صدق وقفوا ولا حد يتلافت ولا حد يضحك لا تخربوا الهيبة خصم 50 نقطة على عجيان اللي فاز معنا اليوم متابعينا الكرام اللي فاز معنا اليوم من توقعون عز وعجيان عز وعجيان ولا عاد وريان واللي فاز معنا اليوم ريان وعادل اللي فاز معنا اليوم ريان وعادل حلوه في ذمك هذا صدق اللي فاز معنا اليوم ريان وعادل هلا كفو فاز معنا بالصندوق الاسود مستانس دكتور الصندوق الاسود يلا 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 هذا سكره احبه هذا سكره الواقع تجمعنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى سكريبت من قد عمية حيوية إلى النجومية سكريبت من قد سكريبت من قد أرحبوا وأرحبوا هذا سكريبت أرحبوا وأرحبوا هذا سكريبت عطه على جوه واللي تبي سوى القوة سكريبت من